من الأخبار الهامة اللي نشرت اليوم على موقع الإلكتروني اليوم السابع هو الخبر حول رفض دعوة تهام ساويرس بإزدراء الأديان. الخبر طبعا خبر كبير، يعد من الأخبار الكبيرة في أحداث اليوم، لأن الخبر مرتبط برجل الأعمال نجيب ساويرس الذي اتهم بإزدراء الأديان من خلال يعني تكتل إسلامي. تم اتهام ساويرس أو اتهم ساويرس بأنه اصدر الدين الإسلامي من خلال نشر رسومات على الفيسبوك. هذه الرسومات بالفعل كانت مسيئة وكانت يعني تثير غضب الكثير من المصريين. هو اعتذر عن هذا العمل، لكن هذا الاعتذار لم يقبله بعض القيادات الطيارات الإسلامية والمحامين وبعض الرأي يعني ممثل الرأي العام في مصر، لذلك اتجهوا إلى القضاء. النهاردة القضاء قال كلمته في هذه القضية، إن هو رفض هذه القضية، والرفض كان سببه إن هو اللي رفع القضية غير ذات شأن، يعني مش معني بهذا الشأن. بالطبع في قضية أخرى كمان لسه يعني في الشهر القادم سيكون في نفس الملف وفي نفس القضية. النهاردة المحكمة قضت أيضا بتغريم صاحب القضية 50 جنيه، يعني زي ما بيسموها حق مدني. لسه ما زال حتى الآن سياج الأخذ والعطاء القانوني في ساحات المحاكم مستمر ما بين ساويرس وما بين الطيارات الإسلامية. يعني أرى أن الخروج من هذه القضية لابد أن يكون يعني باعتذار رسمي واعتذار علني واعتذار بشكل جاد من ساويرس، لأنني أرى أنه أغضب الكثير من المصريين، خاصة أنه هو يعني في المرحلة الماضية بدأ يعني ينسحب من السوق المصري من خلال يعني تنازله عن شركة موبينيل التي حققت له الكثير من الأرباح. أيضا من القضايا المهمة عندنا اليوم نستطيع أن نقول يعني إن نمر ونعرج عليها يعني بمرة الكرام، اللي هي انتخابات هيئة تشكيل مكتب في مجلس الشورى وبالفعل النهاردة أحمد فهمي لسه منذ دقائق بسيطة فاز بالتزكية، لم يترشح أمامه أحد، وهو معروف أنه هو الدكتور أحمد فهمي مرشح عن حزب الحرية والعدالة اللي هم يعتبروا الأغلبية في مجلس الشورى وحاصلين على أكثر من 106 مقعد. سيكون الوكيل من حزب النور وبيتم الآن على الهواء إجراء الانتخابات، وسيكون الوكيل الآخر من حزب الوفد كما رأينا سابقا لنفس السيناريو اللي تم في انتخابات مجلس الشعب. طبعا نتمنى أن يكون مجلس الشورى اللي يعني معظم الشعب المصري عزف عنه في الانتخابات، نتمنى أنه يكون له دور، طالما تواجد وأصبح مولود على الواقع لابد أن يكون له دور، نتمنى أن يقوم بهذا الدور التشريع ومساعدة مجلس الشعب في المرحلة القادمة. اليوم السابع مباشر، الخبر من قلب الحدث.